الأحداث الأخيرة خلال درب قسنطينة. عن أبعاد وخلفية هذا الانتقال يتحدث السيد محمد بولحبيب لسمير بن عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي الجمهور الكريم. الجديد هو نظرا للظروف هذه اللي الحمله هذه تاع ديستابيليزاسيون اللي تعرض لها الفريق رغم النتائج المحققه، يعني في 22 جوله وحنا في المرتبه الاولى، 22 جوله خسرنا مقابله واحده فريده، ما فهمناش منين جايه هذه ديستابيليزاسيون هذه اللي قاعده تصرى للفريق والاشاعات وكذا. ونظرا لهذه واحد الاحترام للجمهور، احترام النفس والانسان، باسكو الانسان عنده قدر احترام، قررت انايا الانسحاب من البوست تاعي تاع مدير الرياضي لشباب قسنطينه، والانسحاب هذا راح يكون لا رجعه فيه مهما واش كاين. نتمنى حظ الموفق لشباب قسنطينه، نظن قدمنا الشيء اللي خدمنا عليه ابري 22 جورني، الانسان خلاهم في المرتبه الاولى، والفريق من الناحيه الماليه راهو مسوي الاوضاع تاعو الاخر، ونتمنى حظ الموفق. واش راح نقول لك انايا، ظروف كيما هذه ما نقدرش نخدم فيها، وكاينه خطوط حمراء تما الانسان عنده كما نقول لك المبادئ تاعو عنده قدر، ومنا ظروف كيما هذه ماهيش خدمه، ونظن انا ما نقدرش نخدم. ولكن لاحظنا سي محمد بوحبيب الاوفيه تاع الشباب قسنطينه ترجوك باش تبقى يعني في شباب قسنطينه وتواصل المسيره. انا احتراما للاوفيه هذو رجعت، انا من المفروض ما نرجعش لشباب قسنطينه، باسكو انايا تقست بزاف من قبل هنا وخلصت من الدم تاعي ومالي ووقتي وكلش. رغم هذا حبا للفريق وحبا للاوفيه هذو رجع للفريق، حاولنا نقدموا للمستطاع رغم الظروف اللي يعني القاسيه اللي دمرنا بها، لا كاس فيها صفر دينار، ما كانش ما ممكن الايواء، الاكل، كل ما كان حتى حاجه، يعني لقينا في قسنطينه بيض الكوميدي اللي معايا. انا احترام للكوميدي هذا راه انا ما نكذبش عليك، انا كل واحد حر في نفسه يقدم ولا ما يقدمش، انا نهضر على نفسي، نطلب السماح من الجمهور المحبين ولا المشجعين تاعنا. صح الظروف هذه ما نتحملش فيها المسؤوليه، يعني انا فريق ديم كلاسي الاول والجمهور تاعو يقوم باعمال كيما هكذا ومنا ما نكذبش عليك. الظروف ما تسمحش به الواحد يخدم. ختام النشره الاخباريه.